يا جماعة احنا موجودين بمهرجان جودوود للسرعة، جودوود فيستيفال اوف سبيد، وموجودين داخل اول ظهور علني اذا بدنا نحكي لبنتلي مع الحرف الاس. بنتلي كونتيننتال جي تي اس احنا موجودين فيها، محرك في 8 توين توربو 4.0 لتر. بخبركم كل هالتفاصيل مش هيك، لان احنا هلا طالعين مع بعض، شايفين الهلمت، طالعين مع بعض على اب ذا هيل بسموها، او الهيل تبع جودوود او حلبة جودوود، تنختبر هالسياره اللي موجوده معنا. طب سريعا قبل ما نبلش من برا شو التغييرات؟ اول شيء اللون الرمادي اللي عليها عن جد جراي رائع جدا، تطعيمات السوداء، كربون فايبر. كليب سريع عن السياره من برا وبنرجع من بعدها بنعيش الاجواء الاكشن. من الداخل شو بدي خبركم؟ الاحمر البيانو بلاك كله موجود هون، طبعا عندك الساعات اللي بتبرم وتعيش الاجواء، مع حتى هون اللاب تايمر اللي موجود قدامك. سياره من جوا ما في كتير تغييرات ما عدا ببعض اللمسات الحمراء والسوداء، والاهم المقعد عليه حرف اس، وانت عايش بالفعل بنتلي كونتيننتال جي تي اس، وبدي احط 2 تحت اس لانه السياره عم تعطيك طابع رياضي وفخم بنفس الوقت. كمان جديد كليب سريع، ناطرين بس تيجي الوقت المناسب تنطلع مع بعض على الحلبة. قبل ما نطلع ونعيشكم الاكشن، كانت الفكرة انه مفرجيكم اكيد حيكون التجربة مطولة على هذه السيارة، انما هلا حبينا نعيشكم شوي اجواء جودوود فيستيفال اوف سبيد، او جودوود مهرجان جودوود للسرعة، اللي هو في كل شيء له علاقة بالسرعة بكل معنى الكلمة، من سيارة الكهرباء لسيارة فورمولا 1 للناسكار، لكل شيء ممكن تخيروا من السيارات، رالي جروب بي كله بيطلع على الحلبة وبيجرب سيارات السوبر كارز والهايبر كارز والسيارات الهيدروجين اللي شفناها وسيارات كتير شفناها لأول مرة. نحن تجربتنا رح تكون من داخل البنتلي كونتيننتال جي تي اس على الحلبة، إنما بالأول جولة سريعة على اللقطات مميزة لداخلية سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي. رح ناخدكم بجولة سريعة على مهرجان جودوود قبل ما ننطلق ونخبركم شو عم نعمل داخل بنتلي كونتيننتال جي تي اس. بلش السيارات تنطلق، اول سيارة رح تنطلق قدامنا هي روز رويس جوست بلاك بادج، وراها السيارة رقم 2 هي الفا روميو تونالي الاس يو في الجديد، الكروس اوفر الجديد عند الفا روميو، من بعد استون مارتن دي بي اكس 707 اسرع اس يو في بالعالم، من بعدها رح يكون في انطلاقه للكونتيننتال جي تي كونفرتبل اس. لون رائع، لون الرائع السياره عن جد عن جد طلتها السياره مختلفه. من بعدها احنا حنكون على حلبة رح ننطلق ورا بعضنا. حضروا حالكم لتعيشوا تجربة لأول ظهور للبنتلي كونتيننتال جي تي اس. السيارة اللي قدامنا هي الكونفرتبل، نفس السيارة والانطلاق الكونفرتبل. حضروا حالكم جو ولانش كنترول. ووو على فكرة السيارة هي Active All Wheel Drive، إذا ملاحظين تماسك تبعها هائل جدا للسيارة، والحلو بالموضوع إنه الشخص اللي عم بيسوق السيارة هو المهندس اللي اشتغل على الداينامكس تبع هالسيارة بالتحديد، يعني أكثر واحد بيعرف يتحكم فيها للسيارة. أيضا منعطف القاسي، لا 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 خبرتكم كل شيء عن السيارة قبل لأنه عارف حالي ما حقدر أحكي. Crossing the finish line. Woo.
جولة سريعة تاني على مهرجان جودوود. بجيكم السيارات اللي موجودة بقلبه. أنا ما بقدر أحكي. ده بس شوف اللاين أب اللي واقف، بس شوف اللاين أب اللي واقف هون. واو. بعد من اجواء الهيل عم نشوف الجي ار طبعا واصلين، انه ياخذكم بجوله على السيارات الموجوده. طب تشوفوا شو موجود معنا هون، طب تشوف السيارات اللي موجوده معنا هون. نقل الفراري اللي بدك اياها موجوده هون، عندك الزينجر كمان كلها كربون فايبر، تصميم رائع للسياره. سيارات من عالم اخر بكل معنى الكلمه، باجاني كوينزيك، نقي اللي بدك الجاسكو الكوينزيك تاني فراريز كل المودلز ما في. بس اللي بدي وقف عنا ثاني، انا هون بدي احكي عن هاي السياره اللي عم نشوفها هون. هاي السياره موديل 1979 يا جماعه، هيدي 1979 استون مارتن بولدوغ هسبانو سوزا فراريز. كيف ما بتبرم نقي البوغاتي اللي بدك اياها، نقي البوغاتي اللي بدك اياها موجودة هون. هون شمي كمان عم بيصور معنا. ما بعرف شو بدي احكي. مرسيدس بروجكت 1 لوتس اميرا ليفاي على فكره طلعت على حلبة وعطت دخني بدون صوت بانطلاق رائع جدا. بولستار هم موجودين، بجيكم شغله كمان بعد. هاي السياره اسمها جورج. انت بتقطع عن السيارات مش عارف حالك شو عم تقشع. خلص قد ما في كميه سيارات مخيفه ما بتقعد عارف حالك على شو بدك تركز. ديفندر 130 اول ديفندر بثلاث مقاعد، ثلاث صفوف من المقاعد. عندك هون تشارج شبيهة بالماستانج، لوتس، اللوسيد كمان موجودة هون. كل هالسيارات هن طلعوا على الحلبة وتم تجربتهم على الحلبة. ريفين، ريفين يا جماعة، ريفين يا جماعة، بيك أب الكهربائي اللي عم بشكل خطر على أكبر الشركات. هون بولستار، هون شفتني الباين 110 اللي موجوده هناك. حتى الدراجات الناريه عم توصل، العرض اكيد كان ناري محل ما كنا. بورشا، هاي بورشا على فكره سينجر اخذ الكلاسيك بورشا وعملوها مثل اعاده لهي السيارات، تصنيعها بعد شوي بعمليه التصميم. الاستون مارتن سبيدستر ماكلارنز عم بعتوا لنا بلش رجع نطلع بسياراتنا. كمان هون عندك استون مارتن، لامبورغينيز ليوم اللامبورغينيز، الاصوات الرائعه اللي عم نسمعها. خلص شباب بدي اخبركم عن اجواء اكثر من هيك. متخيل نازل نطلع بالسياره احنا كنا فيها ونعيش ونكمل الاجواء الرائعه بجودوود فيستيفال اوف سبيد او مهرجان جودوود للسرعه.